بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم واهتدى بهداهم وسار عليه إلى يوم الدين. أنا في هذا الصباح من هذا اليوم، يوم الاثنين، سعيد كل السعادة بزيارة مدارس الجامعة، وقد رأيت كل ما سرني من تجهيزات وإمكانات عالية جدا تبعث الأمل بتحقيق مخرجات ونتائج عالية جدا. سرني ما طلعت عليه في مركز وسائل التعلم وبتجهيزي أيضا الذي حاول قدر الإمكان أن يكون أيضا أعلى مستوى وأحسن تجهيز. ثم ختموا هذه الزيارة الجميلة والرائعة بتدشين هذا الموقع الذي سررت به، وإن كنت واثقا كل الثقة بأنهم جديرون بهذا وأزيد من هذا لما لهم من إمكانات تميزهم عن غيرهم. موقع متكامل متتفاعلي جدير به أن يزيد في عطاء هذه المدرسة وتواصلها مع أسر وأولياء وأمور الطلاب. كل هذا والحمد أحتسب إن شاء الله بإذن الله أن يكون ضمن أعمالهم المتميزة والرائعة والتي تنم وتعبر عن إخلاص صادق وتصميم وتحد لتحقيق أعلى الدرجات والأحلام التي يؤمنونها. أسأل الله لهم العون والتوفيق والتسديد، وأسأل الله لهم البركة والعون وتحقيق آمالهم وطموحاتهم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. كرر شكري وتقديري للأخوة كل العاملين في هذه المدارس، وأبارك لهم جهودهم وحرصهم على دعوتنا ورؤيتنا وطمأنتنا بهذا المستوى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.